المحطة السادسة من مسابقة نجوم الدوار تحط رحالها جنوب المغرب وتحديدا بمنطقة أيت بن حدو بمدينة ورزازات. النسخة الرابعة من المسابقة الشعبية المتنوعة الفقرات، وكما جرت به العادة افتتحت أطوارها الختامية بتنظيم سباق للعدوى الريفي نجمة الدوار. سباق مسافة 1500 متر أفرز سيطرة فتيات نادي نجوم ورزازات لألعاب القوى على المراتب الثلاثة الأولى. الحمد لله جاني السباق سهل وفي المستوى، وكنشكر هادو اللي نظموا هذا السباق هذا، وكنشكر نادي نجوم ورزازات اللي عاوني في لونطريمات ديالو والتظاهرات اللي كينظم وكيشجع الاطفال باش يكونوا من المستوى عالي. انا جاني هذا السباق زوين بزاف، وكان الباركور شويه صعيب ولكن قدرنا اننا ناخذوه نعرفوا القياس ديالو، وبقينا في الكوكب الاولى وقدرنا اننا نفروا من دوك اللي كانوا سابقين، والحمد لله راه جيت في المرتبه الثالثه وانا فرحانه بزاف بهذا المرتبه. نادي جديد يلا عندنا العام الاول حنا وحصلنا على المراتب الثلاث الاولى والثانيه والثالثه وبفضل المدرب التقني ديال النادي. نهائي كرة القدم سبقته مباراة افتتاحية في كرة القدم النسوية بين فتيات فريقي أمل ورزازات وفتيات تازناخت، وكانت الغلبة فيه لممثلات فريق أمل ورزازات. مقابلة دازت مزيانة الحمد لله، وحتى الفريق ديال تازناخت كنشكرهم بزاف وبون ماتش، وكنشكر الفريق كنشكروا فريق أمل ورزازات وصحاب المكتب والمدرب ديالنا. وكنبغي نشكر يعني الأساتذة الكرام الأستاذ مراد فهيم الأستاذ سفيان العلوي الأستاذ سفيان الرشداني، وكنبغي نشكر أيضا فرقة أمل ورزازات اللي يعني قدمت واحد المباراة يعني جيدة من الطراز الرفيع. لدى الذكور جماعة المباراة النهائية بين لاعبي فريق شباب تادولة عن جماعة أمر زوغان وممثل جماعة أيت زينب فريق أيت بن حدو، وانتهت بفوز شباب تادولة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليعبر إلى المحطة النهائية من المسابقة. الأجواء ديال التنافس كانت قوية بزاف، كنا عازمين باش نحققوا هذا اللقب هذا. كنشكر الجمهور ديال تادولة ايتوية، وكنشكر كاع الطاقم ديال، كنشكر كاع المنظمين ديال هذا الدوري، وكنهدي هذا الفوز لكاع الناس اللي غيوري على تادولة ايتوية. كل سيمانه كن اون ديكوفر ان ماروك نوفو، ماروك ويلا اون بارلي اون ديزي سي اون دي فاسيت اوتنتيسيتي ديال المغرب، باسكو المغرب كاين بزاف المغرب. Et ça c'est le Maroc aussi. Mchina le Maroc, Mchina Agadir, Mchina Knitra, ouais. Et où la vallée du Dras, c'est quand même extraordinaire. Ouarzazate, Okolchi, c'est une région qui mérite d'être encore plus connue par les Marocains net. نجوم ونجمات الدوار بعثت في أبناء المنطقة المحادية لمدينة ورزازات روحا إيجابية في مدينة ظلت مشهود لها بالصناعة السينمائية العالمية.